لو بتدور على استثمار آمن وبالدولار، فأنا النهاردة هقولك على شهادة خماسية مميزة هتديلك أعلى عائد بالدولار كل شهر. في الفيديو ده هقولك تشتريها إزاي وبكام. أنا آيل وليلي، كمل معايا الفيديو الآخر عشان تعرف كل التفاصيل. ناس كتير بتفكر تستثمر فلوسها في الدولار، خصوصاً وإنه عائد مضمون وقوي ويضمن لك إنك تحافظ على أصل فلوسك بدون أي مخاطرة. النهاردة هكلمك على شهادة دولارية بعائد ثابت، واللي بيطرحها بنك قناة السويس ضمن كتير من منتجات الادخار، واللي بتضمن ليك عائد ثابت أو متغير أو شهري في شهادات الادخار. أجمل ما في الشهادة دي إن مدتها 5 سنين وكل الناس تقدر تقدم عليها، بس خلي بالك إن الحد الأدنى علشان تشتري الشهادة دي هو 100 دولار أمريكي ومضاعف. الجميل إن الشهادة دي بتدي لك عائد ثابت طول فترة الشهادة، وبيكون يا إما شهري أو ربع سنوي أو نص سنوي أو سنوي. ولو العائد شهري بيكون 5%، ولو كل 3 شهور بيوصل ل 5.5%، ولو 6 شهور بيكون 5.10%، ولو سنوي بيبقى 5.15%. طيب فرضنا انك اشتريت الشهادة دي وبعد فترة حبيت تسترد فلوسك، وقتها ايه الحل؟ في شروط لاسترداد الشهادة دي، اهمها انها قبل الاسترداد بعد اول سنة مش قبل كده، وبيكون في خيارات للاسترداد. وقتها بيتم اعادة حساب العائد على اساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق لمدة سريانها على الشهادة. فمثلا بيكون خلال السنة الثانية نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة هو 3.75%، وخلال السنة الثالثة نسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة 3%. أما بقى لو كان خلال السنة الرابعة، فنسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة بيكون 2.5%. أما لو كان خلال السنة الخامسة، فنسبة الخصم من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة بتكون 2%. الجميل في الشهادة دي إنك ممكن تاخد قرض بضمانها، واللي بيوصل ل 85% من قيمتها، وبمعدل عائد بيزيد بحوالي 2% عن العائد المطبق على الشهادة. لو بتسأل عن المستندات المطلوبة علشان تشتري الشهادة دي، فبيكون للعملاء الحاليين الحق في طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية. أما العملاء الجدد فبيقدموا مستندات فتح حساب، ده غير كمان طلب إصدار شهادات استثمار دولارية بالعائد الثابت 5 سنين للأفراد. لو بتدور على شهادات بالجنيه وبعائد مرتفع، يبقى عندك شهادات موجودة في البنك دلوقتي، وأولهم شهادات 30% في البنك الأهلي وبنك مصر، بس بفايدة متناقصة، يعني الفايدة عليها بتقل مع الوقت، وعلشان كده الفايدة في السنة الأولى 30%، الثانية 25%، أما الثالثة 20%. وبرضه لسه كمان بنك مصر والأهلي بيطرحوا شهادة 27% مع صرف العائد في نهاية المدة، أو بعائد بيصرف شهرياً بفايدة 23.5% سنوياً، والحد الأدنى للشهادة هي 1000 جنيه ومضاعفاتها. طبعاً ما ينفعش الاسترداد قبل مرور 6 شهور من اليوم الثاني لشراء الشهادة. طبعاً الاختيار الأخير بيرجع ليك أنت. في النهاية بقى قولي، بتفضل تستثمر فلوسك بالجنيه ولا بالدولار؟ شايف أي استثمار فيهم مضمون أكتر؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.